أرقام مرتفعة تسجلها المراكز المخصصة لاستلام محصول الحنطة في محافظة ذي قار، 140 ألف طن هو حجم الكميات المسوقة من المحصول لحد الآن، مما دفع وزارة التجارة لافتتاح مخازن الدهيمي شمال المحافظة لاستيعاب كميات الموسم الاستثنائي. 140 ألف طن المستلمة حاليا في سالوات الشطرة والناصية والرفاعي، وحديثا خلال يومين سابقين افتتح مجمع الدهيمي، هو مؤشر واضح لاستقبال كميات كبيرة الأيام المقبلة وتزايد هذه الكميات بحيث يصل إلى ما متوقع وهو 300 ألف طن. امتلأت سيلوات الشطرة والرفاعي والناصرية في الحبوب كونه موسم خير وعطاء، تم افتتاح هذا المجمع لاستيعاب أكبر كميات لتسد حاجة المحافظة بالحنطة. موسم التسويق الحالي ترافقه جهود حكومية لتخفيف الإجراءات داخل المراكز التسويقية وتسهيل عمليات استلام المحصول وتأمين المستحقات المالية للفلاحين وتسليمها بوقت قياسي. تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بتسويق محصول الحنطة للمسوقين والمزارعين في عموم العراق، جاء ذلك بعد أن افتتح مجمع حبوب الدهيمي والمجمعات الأخرى. حتى أحفانا من الأجار رئيس وزراء السنة، أجار الفلاحين أحفاهم والتسديد فلوس يستلمون. هسه جيت بتواحد أنا ذبيته بالمصرف يستلم فلوس مسوق، يعني مسوق. استحداث ساحات خزنية جديدة أحد الإجراءات الحكومية لاستقبال الزيادة الكبيرة الحاصلة بمحصول الحنطة هذا العام من مخازن الدهيمي شمال الناصرية لؤي الرفاعي العراقية الإخبارية.